وحاجات اه حسين قعدنا مع بعض فترة كبيرة، اه 3 سنين شقة واحدة، وبعدين تريزيجيه انضم لنا 3 سنين بعديهم. كنت انا النادي يعني واخدين سكن، فانا كنت واخده، وبعدين جبت حسين يقعد معايا، لان حسين من الناس الملتزمه المحترمه المتربي يعني. حسين اهله اهلي، وناس العلاقات الاسريه قويه ما بيننا جدا يعني. فقعدنا مع بعض، بس هو حسين متعب في الشقه بقى يعني، متعب ازاي؟ بيعملش حاجه خالص 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 آه. يعني احنا كنا متفقين مثلا انا اعمل الاكل، هو يغسل بتاع الكلام ده كله، ما فيش. وترزيجي نفس الكلام يعني، مالوش برضه في حاجه. انت اللي كنت بتعمل يعني؟ انا اللي كنت بعمل كل حاجه. فعلا انا الكبير. بتنظف وبتاكل وبتشرب يعني كل حاجه. بس الشاي بتعمل الشاي؟ لا انا ماليش في الشاي. ولا ما كانوش بيتحركوا؟ ماليش في الشاي. حسين يحب الشاي. حسين يحب الشاي، يحب يعمل بقى اكلات خفيفه كده، بيض بتاع. بس ايام جميله، ايام جميله. و تنساهاش الحاجات. عمرنا طبعا. لا عشره كابتن اسلام، متربيين مع بعض، وكان معانا هشام محمد برضه، وكان معانا في السكه بقى رمضان، وبعدين نيدفيد، وبعدين فدي كان من الحاجات الجميله اللي تربينا عليها في النادي يعني. لكن حسين من اللعيبه الاضافه للنادي الاهلي، ومن اللعيبه الرجاله، وعنده كتير يقدمه للنادي الاهلي، وببارك له طبعا، جاب بنوته، فربنا يبارك فيها يا رب. حياه عنده، حياه. طيب بما اننا بنتكلم عن اجيال النادي الاهلي المختلفه، والجيل القريب منك جدا، او الجيل بتاعك يعني، هل تريزيجيه